أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير مالك يا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا والناس كيغسلوا بالماء باش كيغسلوا تعلمون إوا ما عرفتيش علاش تبكي ما تبكيش في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودا فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وأنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل
في الأرض خليفة. هذا قالوا أتجعل فيها من يبسر فيها ويسفك الزماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها وعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا موضوع اليوم أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وان شاء الله با دابا نقولها العزيزين على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ودعي معه وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم شكون أنا؟ كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة
وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون زميلة كنت بإذن دوزوك كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم
تكتشفت الا كان شي مره شي واحد غادي يجي يقول له دخل النور معاش اللي جينا منها دابا هي دابا ملي نكونوا راجعين نحفظ غير البلاصه ملي ندخلوا هي خايبه الارضيه مكرسه فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما فاكهت وخرور فبأي آلاء ربكما تكذبان في الخلاف فبأي آلاء ربكما تكذبان حور صورة فبأي آلاء ربكما تكذبان نفس الله سبحانه ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على أرض الخضر فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت واقعة وسوقتها كاذبة خافئة رافعة إذا رجعت ما لم سبقات أمد وكتم أدوان ثلاثة وأصحاب المنات ما أصحاب المنات وأصحاب المشتمة ما أصحاب المشتمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلث من الأولين وقليل من الآخرين على وهذه متكئين عليها متفاهمين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكثير معين لا يصدعون عنها ولا يصدعون وفاجئة مما يتخيرون ويحرقين ما يشتهون وحور إن كانت أهلهم بعيون الزهر بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها ولا تأتيما إلا قيل سلام سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وما يمسكوا بوفاقيات كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وبروج مرفوعة إنا عشناه ليشاء فجعلناهن أبكار حروب أطراب لأصحاب اليمين وأبدأ من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظلم حموم لا باني ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون عن العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراب وإذا مينا لنبعثون وآباؤنا الولوغ وإن الولين والآخرين لمشبوعون إلى ميقات يوم ملوك ثم إنكم أيها الضالون مكذبون لآكلون فبارئون يبطون فشاربون حليب حليب شاربون شرب ليب هذا نزلهم يوم الدين أخذناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أتصدقونه أم الخالقون نغفرنا بكم ثم مسروقين ألا نبدل أنسانكم أشياءكم فيما لا تعلمون ولا أنتم تشتغلون فلولا تذكرون أفرأيتم ما تعرضون أم تزرعونه أم لم نشاء وجعلنا أبطالا تفكهون إنا لمرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم المجرمون لو نشاء وجعلنا أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم فسبح اسم ربك العظيم فلا ظلم وقم نجوم وانه لقد تولى وانه القران الكريم في كتاب كنون لا يمسو الا المطهرون تنزيل من رب العالمين رب العالمين تجبرون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت القوم والذين يذرون ونحن اقرب اليكم ولكن لا تصلون ونعاكم ونبنيين يكونوا صادقين أما كان من المقربين فروح ورحال وجنة نعيم وأما كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما كان من المقربين الضالين وصية جحيم إن هذا لهو حق اليقين وأسر ربك العظيم الله أحد الله الصمد
الشكر علينا ما دعا لله إليه أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شربت المدينة مرحبا يا خير داعي صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم يا محمد خلاص إجلس يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا محمد يا عناية البرية والله تعالى محمد الشافع اللهم يا مجيب السائلين ويا قوي التائبين فلاس عبدونا خائبين اللهم ذكرنا من تلاوة القرآن المبين من الآيات البينة اسم انتك الحكيم ولا امدح النبوية ناشف معد بن ياسو وليداسو تقروا عليه تيرحموا عليه الله يرحمه وينعمه وقرآن العظيم نورا في قبره ونفي ماته ونعد لقاء ربه كلا عليين ساكنين مع النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولك رفيقه يا رب تتم حساب وما فوقه وشاشة تيموه الله يرحمه وينعمه وقرآن العظيم الله يرحمه ويحمسك الواسعة الله يرحمه ويرحم جيرانه ويرحم هذا المقابر ويرحم الشهداء ومسينا محمد الله يرحم الجميع النبي الشفيع اللهم يا رب قابله بعفوك ولا تقابلوا بعدك وادخلوا جنس برحمتك اللهم يا ربي من له الكتاب ويسر له الحساب تقوم الحسنات له زيادة ويقوشوا أسر ولاد الله لك أصحاب الجنة وفيها خالد الله يرحمه وينعمه وقرآن العظيم بنية وليس العائلة جميعا نعطيكم الصبر انتصار الخطر صبر المؤمنين صبر الأولياء صبر الأسخياء مشان بخير البرية الله يخويكم ويتوبيكم ولداء الله داء وايدين لي بيد يمكم لي بيسعدكم لي غرادكم في مرادكم يدكم في السر ودكم في السر بلا ولا يخسر ديك الوايدة الله يشافيها يا ربي تشافيها يا ربي انت الشافي يا ربي انت العافي يا ربي انت الكافي شافيها بشفائك دواء بلائك الله يسرها ويحفظها ويحفظ وليداتها ويحفظ الجميع بنبي الشافي الوايد الله يرحمه وينعمه وقرآن العظيم كابت حمسي منهم سيمات ومين المؤمنات يا من المؤمنات لأنك تقول الدوبات اللي يعطيكم الصبر عليه اللي يعطيكم الصبر وتسعى الخاطر صبر المؤمنين صبر الأولياء صبر الأسخية مشان بخل البرية يدكم في السلامة ودكم في السلامة وجد القيامة مرحوم الله يرحمه وقرآن العظيم يا كابت حمسي منهم سيمات ومين المؤمنات يا من المؤمنات لأنك تقول الدوبات الله يرحم هذه الأمة بجانس الأمة الله يرحم الجميع بنبي الشفيع يفضل بسم الله الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى
آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون اللهم صل والحمد لله رب العالمين. أعطني الله يكرمكم.